تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز بحوث الصحراء وشركة تنمية الريف المصري الجديد. أشاد وزير الزراعة السيد القصير بالتعاون المثمر والجاد بين وزارة الزراعة وأجهزتها المختلفة وشركة تنمية الريف المصري الجديد بهدف استصلاح واستزراع وتنمية أراضي 1.5 مليون فدان لخلق مجتمعات جديدة متكاملة تضم إلى جانب النشاط الزراعي الصناعات المرتبطة والقائمة على إنتاجية الأرض مع تنظيم الاستفادة من موارد المياه الجوفية وفتح مناطق تنمية اقتصادية جديدة. هاتفيا معنا الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء. بعد التحية لك دكتور عبد الله، إذا بروتوكول يوقع بين مركز بحوث الصحراء وشركة تنمية الريف المصري الجديد، يعني أهمية توقيع هذا البروتوكول فيما يتعلق باستصلاح أراضي 1.5 مليون فدان؟ أولا اسمح لي أشكر حضرتك، ويمكن البروتوكول ده ناتج مجموعة من التكليفات زي ما حضرتك عارف في برامج للتوسع الأفقي على مستوى جمهورية مصر العربية بتكليفات من معالي فخامة السيد الرئيس، آخرها الدلتا الجديدة. مشروع 1.5 مليون فدان ده مشروع طبعا بقاله فترة، يمكن تكليفات معالي الوزير إن احنا نجد كل الحلول الفنية كمراكز بحثية لكل المشاريع القومية اللي بتتم على أرض مصر. تم التواصل خلال فترة طويلة بين مركز صحراء وبين شركة الريف المصري للتعرف على المشاكل اللي بتواجهها، المشاكل الفنية على أرض الواقع في مشروع 1.5 مليون فدان، ومن ثمارها إيه الخبرات المتبادلة، إيه احتياجات الناس في هذه المناطق، واللي بيها نقدر نعمل الدراسات الفنية اللازمة لحل هذه المشاكل. أيوه. يمكن اهتمام معالي الوزير، حضر بنفسه مراسم التوقيع امبارح على هامش اجتماع مجلس اداره المركز، لانه في اول تكليف ازاي نساهم في حل مشاكل اخواتنا المزارعين في منطقه المغره، وان شاء الله بنعمل الدراسات الفعليه الفنيه فعلا على ارض الواقع، وان شاء الله نقدر نجد حلول مثلى من الناحيه الزراعيه اللي تساهم في تحقيق نجاح المشروع. طب دكتور عبد الله، يعني طبعا بالاضافه الى استصلاح واستزراع وتنميه اراضي 1.5 مليون فدان، عايزين نخلق ايضا معاهم مجتمعات جديده متكامله، طبعا ده الى جانب النشاط الزراعي، يعني صناعات مرتبطه وقائمه على انتاجيه الارض، تنظيم وتعظيم الاستفاده من موارد المياه الجوفيه، فتح مناطق اقتصاديه جديده، يعني اتكلمنا عن كل هذه النقاط اللي هترتبط بزراعه 1.5 مليون فدان. هو ده فعلا منظومه الدوله، عارف حضرتك عشان المشروع 1.5 مليون ده مش زراعه بس. ايوه. اخر زراعه، انت عشان تنفذ ده او عشان تزرع اللي عايز بنيه تحتيه، عايز كهرباء، عايز طرق، عايز لوجستيات، عايز سكن، عايز كل ده، الدولة المصرية مديها اهتمام كبير جدا في هذا الإطار، وبالتوازي بقى شغال أنت في الزراعة، النقطة اللي بتجهز بتخش زراعة على طول. برضو من ضمن رؤى الدولة المصرية إنه لازم نزرع محاصيل لها بعد استراتيجي وزيادة القيمة المضافة بيها. أيوه. ويمكن ده مهم جدا، إنك إزاي تعمل محاصيل، تزرع محاصيل طبقا لتحليلات بقى اللي بندرسه للميه والتربه والمناخ اللي موجود، اللي بيها تقدر في نقول عليها يبقى اختيارك للمحاصيل يواجه التوجه في هذا الاطار، انك نقدر نعمل مصانع، نقدر نزود الكفاءه الانتاجيه للمحاصيل اللي بيها تساهم في التصدير، وبالتالي توفير عمله صعبه تساهم في التنمية اللي بنقوم بها الدولة المصرية. الحقيقة أن التنمية دايما بتبقى تنمية متكاملة، يعني يا دكتور عبد الله، وهذا هو سؤالي الأخير لك، لما بنتكلم عن الزراعة بنتكلم أيضا عن الصناعة، يعني الشيئين بقوا مرتبطين تماما الارتباط ببعض، لما هيكون عندنا زراعة هيكون عندنا تصنيع متعلق بالزراعة، هام جدا، لأنه أيضا يعني الصناعة هي بتأتي على رأس أولويات الدولة، على رأس اهتمامات القيادة السياسية في مصر، مش بنزرع وخلاص، يعني أيضا بنفكر
بتفكر انه لما نزرع هنصنع يعني مواد زراعيه، هنخلق مجتمعات جديده، هنخلق تنميه اقتصاديه. الفكر الان دكتور عبد الله اصبح فكر متكامل. ده صحيح، هو ده يا فندم اللي بقول عليه. فكر متكامل يعني انا بدعي ان انا ليا خبره في المجال البحثي على مدى تاريخي. كنا دايما بنشتغل في جزر منعزله. ايوه. النهارده لا، التكليفات بتيجي كل الجهات المنوطه بتقعد مع بعضها. بتاع الزراعه يقول احتياجاته، بتاع الري يقول احتياجاته، بتاع الصناعه بيقول احتياجاته، الكهرباء، الطرق، كل ده عشان المشروع يطلع متكامل. دور التخطيط نفسها تبقى معانا، ليها البعد الاستراتيجي، كل قطاعات الدولة ووزاراتها المختلفة في المشروعات القومية لازم بيبقى تواصل بكل اجتماعاتنا فيها كل القطاعات الممثلة لهذه المشاريع عشان نضمن النجاح والاستمرارية. واعتقد ده فكر جديد للقيادة السياسية وبدأ نلمسه على أرض الواقع. أيوه. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء.